وبشأن التطورات الميدانية في سوريا، ينضم إلينا عبر سكايب من مرسين رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل. سيد غزوان، مرحبا بكم. يعني هناك تأكيدات أمريكية، بريطانية، فرنسية باستخدام قوات الأسد سلاحا كيماويا في إدلب. طيب، هنا يعني ما جدوى هذه التأكيدات في ظل استمرار الخروقات وبالتالي تجاوز ما يسميه الغرب بالخط الأحمر؟ ما فائدة ذلك؟ يعني تلك التأكيدات مآلة ومصيرة إلى سلة المهملات، لأنه طالما يعني الولايات المتحدة أصدرت تحذيرات وعلت نبرة تلك التحذيرات برفقة فرنسا أيضا من خطورة استخدام السلاح الكيماوي، وأنه سيكون هناك مترتبات وهناك قرارات دولية يعني تتعلق بهذا الشأن وتحذر بالنظام السوري أنه سيتم اللجوء إلى الفصل السابع، وبالتالي سيكون هناك مترتبات على تجاوز الخط الأحمر، ومع ذلك لم يحصل شيء ولن يحصل شيء. الحقيقة النظام لا يعبأ بالتحذيرات الدولية نهائيا، لأنه يدرك عدم جدية تلك التحذيرات وعدم رغبة تلك الدول على الانخراط في وضع حد لتلك المقتلة، ويشعر أيضا على الوجه الآخر بالحصانة من المساءلة والمحاسبة، لأنه روسيا يعني أسبغت عليه تلك الحصانة عبر إجهاض أي مسعى للمساءلة عبر مجلس الأمن. بكل أسف مجلس الأمن تحول يعني إلى منتدى لتبادل وتقاذف الاتهامات وإلى منبر خطابي لا أكثر ولا أقل، رغم أنه وظيفته الأساسية هي حفظ السلم والأمن الدوليين، والكل يوصف الوضع في سوريا الآن بأنه يهدد السلم والأمن في المنطقة بالكامل بل في العالم، وبالتالي لا يتخذ إجراء عبر مجلس الأمن لأن هذا النظام يحظى بالحماية والرعاية الدولية الروسية أولا وتاليا من بقية الدول التي بامتناعها عن اتخاذ موقف أو إجراء حقيقي على الأرض تسبق أيضا رعاية وحماية غير مباشرة. طيب، لهذا النظام. سيد غزوان، النظام يصر على استهداف المدنيين خاصة في مناطق خفض التصعيد، ما الرسالة التي يريد إرسالها ولمن تحديدا؟ النظام دائما كان ما يستهدف المدنيين، يعني ليس استهداف المدنيين اليوم في إدلب هي حالة طارئة في هذا الصراع، على العكس هو يعتبر المدنيين هم حاضنة ما يسميه القوى المسلحة أو المنظمات الإرهابية المسلحة أو سميها ما شئت، ولكن هو يعتبر أن استهداف تلك الحاضنة شيء مهم بالنسبة له، لأنه هو ينظر إلى المستقبل على أساس إعادة تأهيله وإعادة منظومة الحكم نفسها في سوريا، وبالتالي يجب أن يخضع هذا المجتمع الرافض له للاستئصال أو لإعادة التأهيل، بمعنى أنه يريد تركيع المجتمع السوري مرة أخرى وإعادته إلى بيت الطاعة. هذا ما يسعى له النظام عبر استهداف المدنيين، وهو يدرك أن هذا الاستهداف الذي يمثل بطبيعته جريمة حرب وفق القوانين الدولية لا يشكل عبء عليه، لأنه كما أسلفنا هو يشعر بعدم جدية المواقف الدولية ويشعر أيضا بالحصانة من المساءلة والمحاسبة. يعني النظام الدولي، مجلس الأمن يحذر، وأيضا نراه بين الفينة والأخرى يصدر بيانات ويقف عاجزا إزاء الفيتو الروسي. إذن هنا ما جدوى حضور المؤتمرات واللقاءات؟ أقصد هنا المعارضة، ما جدوى من ذلك؟ الحقيقة أفضل شيء يمكن أن تقدم عليه المعارضة اليوم هو حقيقة يجب اتخاذ قرار جريء بإنهاء وظيفة الهيئة العليا للتفاوض، ومن ثم إعلان حل الائتلاف الوطني، وأي مؤسسة من مؤسسات المعارضة وليبحث المجتمع الدولي عن شريك له في صناعة عملية سلام في سوريا إلى جانب النظام. أما أن يبقى تلك المؤسسات وبهذا العجز الفاضح فيعني مشكلة بالنسبة ل السوريين الذين خرجوا على هذا النظام، لأنه سيصور على أن هناك
قوى تبنت حل سياسي مع نظام، وستجبر تلك القوى على توقيع وثائق لا تعبر عن تطلعات الشعب السوري، لأن تلك القوى أو تلك المؤسسات بكل أسف هي ليست إلا رجع صدى لمصالح الدول التي كرست وجودها وأعادت صياغتها عبر مؤسسة الائتلاف. فأفضل قرار الحقيقة أن يرسل الائتلاف رسالة إلى المجتمع الدولي بوضع، يطالب بوضع سوريا تحت نظام وصاية دولية عبر الأمم المتحدة، ويعلن حل نفسه. كفى تلطي وراء يعني صيغ ومساعي لن تفضي إلى أي نتائج، وليصنع المجتمع الدولي الحل الذي يراه بقلمه وبأدواته لا بأدوات سورية. طيب، التصعيد الطائش، هكذا وصفت الخارجية الأمريكية هجمات النظام وحليفة الروسي على إدلب. إلى أي مدى تعتقد سيد غزوان أن القوات الأمريكية يمكنها التدخل للحد من هذا التصعيد؟ القوات الأمريكية لم توجد في سوريا حتى تتدخل لحماية المدنيين، وإلا كان هناك عشرات الفرص لفرض حماية فيما يتعلق بالمدنيين السوريين، ولم تغتنم الولايات المتحدة. الولايات المتحدة موجودة في بعض المناطق في سوريا حماية لمصالحها العليا ولتكريس دور معين لبعض الفئات السورية، انتظارا لصياغة حل يراعي يعني مصالح تلك الدول من جهة والقوى المحلية المعبرة عنها في سوريا. أما أن تتدخل لحماية المدنيين فهذا الكلام لم يفكر فيه صانعو القرار الأمريكي في الولايات المتحدة، ولن يقدموا على تلك الخطوة. كما أسلفنا يعني بعد جريمة الكيماوي عام 2013، نعم، قايضوا على حياة المدنيين باستلام سلاح الجريمة لا أكثر ولا أقل. واليوم هناك أكثر من 1,000,000 وثيقة موجودة لدى المؤسسات الحقوقية الدولية لإدانة النظام السوري، ولم يفعل شيء أحد في هذا السياق. وبالتالي ليس الشعب السوري ضمن حسابات، وليس المدنيون السوريون نعم ضمن سيد غزوان حسابات مصالح القوى الكبرى. عبر سكايب من مرسين رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل، شكرا جزيلا لكم.